في عندكم مكان لكاسات القهوة؟ نعم، حد مسكت الشباك في محل لكاسة القهوة. نفس الشيء عن ضابط الأول، مقعد الجمب سيت فيه كمان، وحتى مقعد الجمب سيت الثاني. علما أن تفويت القهوة على المقصورة إلا كمان إجراء، لما المضيف أو المضيفة بيوصلوا القهوة ما فيهن يمرقوها من هالميلة، لازم يمرقوها من وراء الطيار، لأنه إذا صار في اهتزاز ما بتكون توقع القهوة على البادستل. لكل حال أنا الضبع ميراكس وبشوفكم حلقة جاي.